عملنا هذا وتركنا كل شيء للإمام. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. انقسم الناس في الرأي بعدما جرى في أمر السكندري. وما رأيك أنت؟ الباطل بين والحق بين. بارك الله في من سعى لإحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلوم. بارك الله بعقلك المنير وزادك من رزقه فصاحة في القول وطلاقة في اللسان. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لكن متى يقوم هذا الحد شرعا يا إمام؟ إذا طلبت المحصنة المقذوفة ذلك، وإذا لم تطلب لا يقام. أيعني ذلك أن صاحب الحق له أن يطلب إقامة الحد أو لا يطلب؟ لكن من يقيم الحد لمن وجب له؟ الحاكم. الحاكم حتما يقيم هذا الحد لمن وجب له إذا طلبه. كان يمكن أن يجلد عقيل 80 جلدة لو أن ابنة أخت جمال الدين طلبت ذلك. وما الذي أتى بذكر عقيل يا حرملة؟ الكلام في الحكم عام. ولم لا؟ هذا أقرب مثال عن حديثنا. ولكن موقفك أثار الكثير من الأقاويل يا الإمام. ماذا يقولون يا ربيع؟ منهم يراك رحيما. ارفع صوتك يا مزني. منهم رآك رحيما رؤوفا في الفتوى، ومنهم من رأى أنك، منهم من قال عجبا كيف ينحاز الفقيه للمذنبين، أو لما لم يفتي الفقيه بفتوى أو عقوبة. وقيل لما لم يحكم الفقيه، فاختلف الناس من أشد ذنبا في الواقعة. ولكن هذا لم يكن موقفي، كان حكم الشرع فيما ثبت وقوعه. عندما ذهبت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها لم يجبها بحكم، إلى أن نزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عندما ذهب إليه العجلاني يقذف امرأته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ينزل فيكم. وانتظر الوحي إلى أن نزل قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. صدق الله. أعلم أنك تتريث في الحكم والفتوى يا إمام، لتتدبر المسألة من كل جوانبها فتعطيها وقتها وحقها. لابد. نعم يا بويتي، ولكن لا أعلم إن كان أكثر الناس يعون ذلك. هذا قدر أهل العلم يا ربيع، قدرنا أن ندافع عن الحق والحقيقة ما استطعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ صدق الله العظيم. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.